حصري على قنوات الكأس مهاجم المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق مرحبا بك، شكرا جزيلا، الجميع يطالب بك في هذه المقابلة. شكرا أخوي أشرف على الاستضافة وبارك الله فيك، والحمد لله على يعني على المطالبة الجماهيرية، والحمد لله أنا مرتاح اللهم لك الحمد. عبد الرزاق، هل بدأت تصدق بأنك تعيش أجواء كأس العالم وأنت الذي عشت فترة صعبة؟ سؤال يعني مرة ممتاز. أكيد أنه إلى رجعتي بي الزمن شوية للوراء ما كنت كنعتقد أنني غادي نكون مع هذه المجموعة اللي في الحقيقة مجموعة جد 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 رائعة، لكن الحمد لله هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى أولا، وثقة المدرب والطاقم التقني، والحمد لله أنا حاليا معهم، وكنت من إن شاء الله أنني نقدم إضافة معهم ونساعد زملاء ديالي باش نفرحوا المغاربة إن شاء الله. أرى الصور، أراك مبتسما مركزا، كيف تجري التحضيرات؟ أكيد يعني ما دامك في المنتخب المغربي فخصك تبتسم، والتبسم لا يكون يعني مصطنع في هذا الصور، بالعكس يعني ابتسامة خارجة من القلب، وأكيد حتى ابتسامة معها يعني تركيز عالي جدا، لأنه كل دقيقة محسوبة لنا هنا، يعني كل دقيقة لازم نكونوا يعني في تركيز عالي جدا على أساس نقدر أننا إن شاء الله نتأهل من هذه المجموعة بإذن الله. أين سيكون المفتاح في مباراة كرواتيا؟ مباراة كرواتيا يعني مباراة ما راح تكون سهلة، مباراة صعبة، والمباريات الودية دائما تختلف على المباريات الرسمية. المنتخب الكرواتي أكيد ما قدم المستوى المطلوب في آخر مباراة ودية له، لكن مباريات كأس العالم تبقى كبيرة، لازمها تركيز عالي، لازمها مواظبة، لازمها يعني استمرار في العطاء طيل 90 دقيقة، وإحنا الحمد لله يعني جميع اللاعبين واعيين بهذه المسائل هذه، وإن شاء الله راه غادي نقدموا أفضل أداء جماعي ممكن يقدمه منتخب الوطن المغربي على أساس نفوز بهذه المباراة، لأن راح تكون هي مفتاح التأهل إن شاء الله. رسالتك للجماهير المغربية والعربية التي تحب عبد الرزاق؟ شكرا، شكرا كثير، يعني شكرتهم كم من مرة، ولكن الشكر لا يكفيهم على قولة الأذان. أشكرهم كلهم، جميع الجماهير لا المغربية ولا غير المغربية، على مؤازرتها لعبد الرزاق، وإن شاء الله أتمنى وراجيا من الله سبحانه وتعالى أني أساعد المنتخب وأفرحهم بإذن الله في هذا البطولة إن شاء الله. عبد الرزاق، أنا وأنت أكثر ناس تعرضوا للطقطقة في تويتر. أنا عندي مناعة، أنت؟ أنا مناعتي أكثر منك. شكرا جزيلا. لازم المناعة تكون موجودة ما دام أنت داخل هذا المجال الكروي وكذا، يعني لا الحمد لله يعني ما عليك.